ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. دونك راكم تشوفوا هنايا تشارك العريان اليوم، راح ندير لكم تشارك العريان سهل، وصفه جديده، وكاين دي زانغريديون جدد في هاد لا غوسيت. دونك ان شاء الله جربوها معايا وتعجبكم، وديروا لي في الكومونتير. وجو بولي ميكسكوزي اوسي بور سو ردار، باسكو جي بليزيور ريسيت كو جي با انكور بوبليي سور يوتيوب. سمحوا لي باسكو سي بلو فور كو موا. دونك هاد لا فيديو راح تشوفوا زوج يدين جدد، درت اون اسيستونت كي فا ميدي باسكو ان بتي بو، اسمها مريوما. دونك فوالا هذيك دو طون زون طون هاي تعاوني، كيما راح تشوفوا دوكا هتعاوني في هاد الشارك العريان. فوالا الى حبيتوا تشوفوا لا ريسيت معايا اروحوا معايا ونوري لكم ونعطي لكم لي زانغريديان افيك لي زيتاب ا سويفر. الي هاد الشارك واش راح نسحق؟ نسحق 3 كيلات نيمبورت كال كيله اللي حبيتو ديروها لي ميزور. الا كان درت بهذا كيلت السمن بهذا لا ميزور، لا ميم شوز بور لا فارين. دونك 3 كيلات تاع فارينه، كيله تاع السمن ماشي معمره ولا زبده اللي ذوبتها وبارده، لي انا ما نزيدش الزيت. كاين اللي يحب يدير الزيت، ما انا ما نحبش الكاطو تاع الزيت. دونك كيله هذه تاع السمن، وكيله تاع السكر غلاس، وكيله مواتي مواتي تاع ما زهر وحليب. نسحق حبه ولا دجاج وشويه زيت دو سيترون، مغرفه ونص تاع حليب مجفف. وعندي هنايا نسحق ان ساشي دو سكر فاني باسكو ما كانش عندي لا بودغ تاع لا فاني، ومغرفه تاع لا مايزينا، ومغرفه تاع قهوه تاع ليفور شيميك خميره كيميائيه. هذا هو لو ميلونج تاع العجينه. هنايا وعندي هنا لو ميلونج تاع لا فارس. نسحق 3 كيلات تاع لوز ملحي، وكيله تاع السكر كريستاليزي، ونطمها بيان سور بالمزهر. انا ما نحبش ندير فيها القرفه، دونك ندير فيها غير المزهر والسكر اللي حبيتو ديروا فيها ان بو دو فاني. فوالا نعاود لكم نسينا شويه بون فرونسي. دونك 3 ميزور بور لا بات، 3 ميزور دو فارين، ميزور دو بور، ميزور اوسي انتر fleur d'oranger et lait, un œuf, un peu de zeste de citron, une cuillère et demie de lait en poudre, et mesure de sucre glace avec un sachet de levure, une cuillère de levure chimique, une cuillère de maïzena et un sachet de sucre vanillé. Pour la farce, 3 mesures de poudre d'amande, mesure de sucre cristallisé, et j'aurai besoin aussi pour la pâte de fleur d'oranger et bien sûr des amandes effilées à la fin. Voilà, je commence avec vous par donc là les 3 mesures. Je rajoute mesure de sucre glace, mesure de plaie en poudre, lait en poudre, une cuillère et demie, bien sûr maïzena et sucre vanille avec la levure, et bien sûr de zeste du citron, et le reste je le mélange avec la poudre d'amande pour la farce. Voilà. هنايا واش ندير؟ نخلط ونكسر الحبة تاع البيض تاعي. وبيان سور بعد نشوف نقدر نزيد كوسي هاديك.
ها هكا، ونزيد فيها الحليب والماء زهر. ندير بوتي تا بوتي، ما نواسيش نسيي باش مفرغش ضربة وحدة، ما تجيني طرية ما تجيني يابسة. هاي ديك لاباط تاعي حليتها، فان شو تجي طميتها. انا واش ندير، نديرها هكا، نغطيها ونخليها تريح كمان واحد غادير 10 مينوت. نحطها لكوتي بيان سور، نغطيها دوكا ونجي لكم الميلونج تاع لا فارس. هاو لو ميلونج كيفاش نديرو. اللي درت اوليو درت القرفه، يعني درت سكر غلاس، درت زاس دو سيترون. نقدر ميم ندير حبسو، نزيد لها كمان باش تجيني بنينه لا فارس. نزيد لها شوية تاع سكر فاني. دونك كيما قلت لكم زدت لهذا لا فارس سكر فاني باش يجيني بنين، يجي فيه ريحة لافاني، وبيان سور نطمو بالماء زهر. بيان سور الماء زهر منقدرش نقول لكم كيلا ولا ماشي كيلا، المهم خلطو حتى يتعجن. ندير بالعقل، نحبو انا يجي في التشارك بيض، ما نحبوش يجيني لا فاس، نحبها تجي بيضه. هايليك نطمها بيان، لازم نعجنها تخي تخي بيان حتى يدخل السكر، حتى يدخل السكر في ال في لا فاس. نكمل معاكم نعجنها تخي تخي بيان ونولي ليكم. هاي ديك العجينه تاع لافارس، دخلت السكر مليح حتى شغل يذوب السكر باش ما يبسلناش داخل. هاك واش راح ندير، نوجد تقصي باش ندير فيه لي بتي نودا تاع، انا ندير عيني ميزاني كل واحد واش يحب يدير. ندير هكا ماشي كبار، هاك نزيد ندير دوزيام. نكمل معاكم ونعاود نولي العجينه تاعي، نكمل هادو ونولي العجينه تاعي. هنايا بعد ما ريحت لاباط تاعي واش راح نديرها، ندير لي بتيت بول لي كيبالون. اسمحوا لي راني نخدم معاكم قاعده بالطابوري باسكو جي توجور مال لو بيي، مازالني انا ندير هكذا واحد 30 غرام ولا 25 غرام ا بيبري. فوالا ندير لهم كيما راهم هكا. هنايا بعد نبدي في هاد السنيوه ندير لي بتيت بول هكذاك واحد 30-25 غرام. فوالا نكمل انا معكم باش ما نديركمش باش ما نطولش عليكم، نكمل هاد العجينه ومن بعد نبداو نحلو فيها. فوالا دونك هنايا درت لي بول، هاد لي بتيت بول تاع 30 غرام 25-30 غرام، وهنايا بديت واحد 3 ولا 4 3 بديت 4 باش سيد. دوك ندير لكم قدامكم هادي مع اللوز يوما جي امبوشي اون اسيستونت، هي اللي راح دير لكم البيض.
و اللوز هاي ليك زيد الوحدة زيد الوحدة نعطي لك هذه البلاتو دونك حتى تما ديري فيه وانا نكمل ندير هاد الحبات هادي pour ajouter juste les œufs pour que ça parce que là j'ai pris des amandes effilées mais parce que ma quiche a des donc concassées et moi je préfère le temps cassé mais bon avec les moyens du bord ouais voilà de préférence directement à la main voilà on a un échec le four 180 degrés 15 minutes on va dans qui me l'a dit qui me l'a dit directement au four معاونه تغلب السبع كيما يقولوا نزيد لكم واحد اخرى ومن بعد نكمل نكملوا لو غيست جينا تحلوها كيما حبيتو ابخي لو طراباي كي تحلوها هاديك دونك انا نكمل مع هذا اللي بقى لي ونعاود نولي ليكم قبل ما نديرها أفوق دونك هنا يعني كملت السنيوه الاولى هاي مخدومة تخي تخي بيان نديرها أو فور 180 دوغري بوندون حتى نشوفها غير صفارت فما لازمش يطيب بزاف لازم يكون أن بو كلاغ فوالا أتو تسويت أو فور بوندون 10 مينوت 10 أ 15 أتو تسويت هاولي كيفاش درنا خرجتو من الفور محمر تخي تخي بيان دوك نحيه نديرو في أن بلاطو نعاود نرمد عليه شوية شوية سكر بس دونك تشارك تاعي طاب واش ندير غير ان بو دو سكر غلاس تاكلوه مع قهوه ولا لاتاي بالصحه ولنا وهنايا نقسم لكم حبه نيمبورت نوري لكم جوست كيفاش جا دونك بون هاوليك اللوز يجي بيض باسكو ما درتلوش القرفه وهاوليك طري و ميم طون كروستيون تاكلوه بالصحه ولهنا يا بيانتو